ضيوف جدد، قصص تجارب مميزة ونجاحات باهرة. العديد من الوجوه البارزة على المستوى الوطني في مختلف الميادين، اقتصاد، فن، رياضة، دورة لن تقل أهمية وتشويقا عن سابقاتها. وتم اختيار نقطة التحول كشعار لهذه النسخة. للتعرف بشكل أكبر على هذه الوجوه ومتابعة مداخلاتهم، تذكس يضرب لكم موعدا يوم 21 من شهر فبراير الجاري من جديد. نحن وضيوفنا في انتظاركم، فكونوا في الموعد.